يا رحمة ايش في؟ ايش هذا؟ ايش في؟ ايش ليش تكبي هذا كده؟ انا اغسل يا بنت. حتى لو تغسلي تحطي زي الناس. يا بنت انا اغسل هذا ملابس، انا لازم اغسل اليوم غسيل. ليه حطي زي الناس؟ عشان ماما زعلانه. زعلانه من ايه؟ على الصابون. هذه مدام دائما زعلانه. ساهيه سعيده كل يوم هنا زعلانه، انا ايش اسوي يعني؟ ايش تبى؟ ايش تبقى مدام؟ كم قوارير اللي تجيب لك بالشهر؟ انت تخلصي كل شيء بسرعه، ليه تكبي؟ يا زبيدة أنا أكلس هذه أشياء بسرعة. الصابون عشان أنت تحسي بال. يا زبيدة هذه ملابس، هذه ملابس. حتى لو ملابس. نعم حتى لو ملابس أنت زي الناس أصلاً. أنا أهوت. لا تكبي. يا زبيدة أنا. حرام عليكي. أنا يدي. ما يجيب لا شيء يجيب الفلوس. أنا يدي تكب ما تقد. إيش أسوي أنا أهوت؟ إيش أسوي تيه؟ تبقيني أنا أتيه يعني. كمان تخلصي كله؟ هذا لو بس يلبسه ويفسكه، ما عنده أي شيء ثاني يسوي في هذا البيت. ما ايش هذا يا زبيدة؟ خلاص انا تعبتيني. ايش في؟ ايش هذا الملابس كله؟ ايش الملابس كله؟ ايش في؟ انت تغسلي من اول ولا ابيض ما بعد؟ انا اغسل ايه؟ احد يغسل كده؟ ايوه اغسل الابيض والملون. والابيض والاسود ان شاء الله تبقيني اغسل الابيض لوحده والملون لوحده. ليه؟ وش هو؟ ليش هو ايش هذا؟ له كل شيء. ليه هو قسم عائلات وقسم شباب؟ هذا كله مع بعض. ترى بيكرب عليكي لو تغسلي كده بينكرب. يا زبيدة انا ماني فاضية عشان اهوت هذا لوحده وهذا لوحده. انت لو ما فاضية مين قال لك اشتغلي اجلسي؟ انا اشتغل عشان اجيب فلوس عشان اهب زوجي وزوجي يهبني ونساعد بعض. خليه يجلسك. انا كله اغسله مع بعض، انا ماني فاضية وهذا تعبان، انا ظهري ينكسر. يا رحمة. يا ربي على هذه رحمة، يا ربي جيب صبر لهذه رحمة. اسمعي لا تزعلي. انا ملاب. اسمع منك دائما يا زبيدة. انت يا زبيدة تقولي كلام كله للمدام. اهي دوك مدام تدوك. نعم. ملابس مدام غسلي بديتي. مدام عندها حساسية. لا تهدي لها في الغسالة مع ملابس الثانية. غسلي لها لهالو باليدك. سامع؟ لا تقولي ها. اقولها تعرفي ليه؟ ليه؟ عشان هذه مدام ما تعرف اذا انا غسلت بيدي ولا برجلي. ايوه عشان انت تقولي لا يا زبيدة. ما تبغي تغسلي تسوي مشاكل. هي ايش قرفها؟ هي ايش قرفها؟ انت اللي تقولي لا يا زبيدة، انت تسوي مشاكل بيننا هنا. انا ما اسوي مشاكل. انا انت يا زبيدة تقولي للمدام انا ما غسل بيدي، هي عندها اساسية تروح دكتور. على يدي ما وقفي وقفي رحمة وقفي. ايش في يا زبيدة؟ حسبي الله عليك يا زبيدة، ما تسيبيني لهذه يا زبيدة. عشان كذا تخلص كل شيء بسرعة ها؟ ايش هو لكل شيء؟ انت يا بنتي لا تكافي، انت كوافه ولا ايه؟ انا ماني كوافه. شيلي كله كله ما في مدام. ماني كوافه لا تكرفي الملابس. الا زبيده تقول لي مدام. انت ما اقول لها انا. انت تقولي لها. انا ما اقول لها. والله العظيم انت تقولي لها. انت لا تكلمي.